هنرجع لقرارات البنك المركزي اللي كنا بنتكلم بيها قبل ما ننتقل للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلينا نرجع لقرارات البنك المركزي اللي صدرت النهاردة. نرجع مرة تانية للدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. مرة تانية طبعا أهلا بحضرتك، بعتذر لك بس على الوقت اللي سبناك فيه، لكن اشرح لنا أكتر بشكل مبسط يا دكتور عبد المنعم الهدف من هذه القرارات اللي أصدرها النهاردة البنك المركزي. هو النهارده تعليمات اللي صدرت من البنك المركزي بوضع حد اقصى للسحب والايداع بالنسبه للافراد والشركات. لو اولا هو طبعا زي ما البنك المركزي قال في القرار الصادر منه ان ده وفقا لاجراءات احترازيه للحد من تلامس ملامسه النقود، خاصه ان النقود والاموال يعني معروف انها بتنقل الفيروس. لكن خلينا نوضح الامر بشكل افضل. اولا ما تم اتخاذه اليوم هو ليس بدعة. جميع البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي بتضع حد سقف للسحب والإيداع بالنسبة للشركات والأفراد. لكن خلينا نقول النهاردة القرار لما صدر الساعة 8 أو 9 صباحا بشكل، ثم تم تعديله على الساعة 1 بأن هو تم إلغاء السقف الخاص بالإيداعات بالنسبة للشركات. فالسقف بالنسبة للشركات تم فتحه سواء هذه الشركات تابعة لجهات حكومية، قطاع عام، قطاع خاص، حتى أن الشركات اللي هتقوم بإيداع لسداد الأقساط أو المستحقات الخاصة بها أو خطابات ضمان أو رسوم بتتكبدها يتم يعني موافقة البنك على الإيداع مباشرة دون أي يعني مشاكل. طيب إحنا النهاردة بنتكلم في وضع حد للأفراد، بالنسبة للأفراد 10,000 جنيه للسحب والإيداع. البنك المركزي لقى انه خلال الفتره الماضيه، خلال الثلاث اسابيع الماضيه عندما بدا مصر تاخد اجراءات احترازيه من فيروس كورونا، كان في نوع من انواع القلق عن النفس عند بعض الناس، فبدا عمليه السحب من البنوك في مصر زادت بالنسبه للافراد بشكل كبير، تجاوز ال 30 مليار جنيه خلال الثلاث اسابيع الماضيه. طيب هو كان المعدل اصلا قبل كده خلال مده زمنيه ثلاث اسابيع او شهر كانت بتبقى في حدود كام؟ كانت بتبقى دائما في حدود من 8 الى 12 مليار جنيه. اذا حاله الهلع او حاله الجزع لبعض الافراد ادت الى ان هناك مسحوبات وتخفيض للسيوله المتاحه للبنوك بشكل كبير دون داعي ودون احتياج حقيقي لهذه الاموال. لا سيما ان احنا مش في فتره لا قبل مثلا اعياد ولا قبل مثلا مواسم معينه، لا احنا فتره عاديه، وخاصه انه حاله الركود الاقتصادي اللي بتشهدها مصر حاليا المفروض بتقلل عمليه التبادل التجاري نوعا ما. ممتاز. فالبنك المركزي خد الاجراء ده، لكن احنا بنود ان النهارده يكون هناك الايداع بالنسبه للافراد يتم فتحه، لا سيما ان احنا عندنا فئات كثيره جدا في المجتمع زي الاطباء زي الصيادله بيتم تحصيل مبالغ كبيره يوميا اكثر من 10,000 جنيه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد على هذا التوضيح.